المستشار محمد الحمصاني عبر الهاتف. مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور يا فندم. جولة الرئيس النهاردة للاطمئنان ومتابعة سكن الموظفين في مدينة بدر، هل المدة اللي فاتت دي كلها الموظفين لم يكن انتقلوا إلى سكن قريب من العاصمة الإدارية؟ لا اطلاقا يا فندم، يعني المشروع مستمر وعلى قدم وساق، في عده مراحل في المشروع. المشروع خلال مرحلته الاولى شهد اقبالا كبيرا. احنا بنتكلم على المرحله الاولى في مشروع زهره العاصمه في مدينه بدر. المرحلة الأولى بتضم 9024 وحدة سكنية، وتم تسليم منهم 8181 وحدة. وكما تعلم حضرتك أنه في سكن تم توفيره للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية في مدينة بدر. نعم. وكذلك في حي آر 3 الحي الثالث في العاصمة الإدارية. وايضا الدوله في الحقيقه فندم، هي الدوله سعت منذ البدايه لتوفير كافه التسهيلات والسبل للموظفين المنتقلين للعاصمه الاداريه. فعلى سبيل المثال، من لم يرغب في الانتقال للعاصمه الاداريه نظرا ربما لوجود مقر اقامه له بالقرب من العاصمه، الدوله خيرته في هذه الحاله بامكان الحصول على بدل انتقال. وبالتالي يعني هناك خيارات عديده لغرضها التسهيل على الموظفين المنتقلين للعاصمه الاداريه. هل المواصلات كافيه لو قلنا بدل انتقال وحد عايز يكون في مكتبه الساعه 8 الصبح من اي مكان على مستوى القاهره الكبرى، هل يستطيع الوصول الى العاصمه الاداريه؟ هل بقى عندنا شبكه مواصلات بتصل الى العاصمه والى اماكن العمل؟ أكيد يا فندم، يعني هناك العديد شبكة الطرق، هناك العديد من الطرق التي والمحاور التي تسهل عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية. أيضا الدولة بتعمل على الانتهاء في أقرب فرصة ممكنة من وسائل النقل المختلفة، وإن شاء الله يعني الأمر لن يشهد أي صعوبة في هذا المجال. ولذلك يعني جاءت هدف الزيارة الميدانية اليوم وكافة الزيارات التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء، هي غرضها هو الاطمئنان على معدلات التنفيذ لكافة تلك المشروعات. تقريبا كم عدد الموظفين المفترض أن ينتقلوا إلى العاصمة الإدارية؟ يمكن الموضوع يا فندم بطبيعه الحال بيختلف من وزاره الى اخرى، لانه كما تعلم هناك بعض الوزارات محدوده العدد التي انتقلت بالكامل، وايضا هناك وزارات لم تنتقل بالكامل وانما جزء من العاملين بها. ايضا يعني هناك العديد من الجهات الحكومية غير بخلاف الوزارات التي سوف تنتقل بصورة صورة جزئية أو كلية. فالأمر بيختلف من وزارة إلى أخرى، لكن يعني من المؤكد أنه العدد الجاري الانتقال له يعني عدد كبير، والعاصمة الإدارية يعني كافة تسهيلاتها بتستوعب العاملين الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية. هل هذه الشقق تمليك ولا بعضها إيجار؟ لا تمليك يا فندم. التمليك يعني ما شاهدناه اليوم على سبيل المثال هي شقق تمليك، ولكن بطبيعة الحال هناك تسهيلات سواء من حيث دعم السعر الذي يحصل به المواطن على الشقة، أو هناك تسهيلات فيما يتعلق بسنوات السداد. نعم. إلى جانب هناك نقطة مهمة، وهي أن الشقق التي استعرضها أو شهدها اليوم دولة رئيس الوزراء هي شقق تم تشطيبها بالكامل. أعتقد سيادة المستشار أن لا شيء يؤرق مضاجع الحكومة بالكامل مثل الأسعار، وكان هناك اجتماع يوم الخميس والناس في حالة قلق حقيقي بسبب الارتفاع المضطرد في الأسعار. هل يا ترى هناك توجهات، هناك ما يمكن أن نعد به المواطنين بأن الأمور ستتحسن
كيف يمكن توفير كم السلع المناسب من المنافذ رمضان اللي هتكون على مستوى المحافظات لمساعدة الناس وتخفيف الضغط عليهم في الأسعار اللي فلتت خلاص؟ يعني اجمالا موضوع ضبط اسعار السلع في الاسواق، استاذ خيري، يعني الدوله بتتعامل معاه من على اكثر من مستوى. المستوى الاول كما ذكرنا من قبل خلال الاسابيع الماضيه، اصدرت الحكومه عده قرارات لضبط اسعار السلع الاساسيه في الاسواق، وتم تشكيل الآليات المراقبة سواء في إطار وزارة التموين واللجان المشكلة على مستوى المحافظات أو على مستوى مجلس الوزراء من خلال الأمانة الفنية للجنة الوزارية التي يتولى رئاستها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. فهناك عدة آليات، ولكن يعني أطمئن حضرتك إنه الحكومة أيضا خلال الاجتماع الأخير كما ذكرت حضرتك الذي عقد يوم الخميس الماضي، الحكومة تبعت الجهود توفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة خلال شهر رمضان المعظم، وتم استعراض الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. وخلال يعني البيان الصادر عقب الاجتماع أوضح ما ذكره الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، من أنه سوف يتم توفير معارض أهلا رمضان على مستوى كافة المحافظات من خلال إنشاء أكثر معرض رئيسي وأكثر من معرضين بالمراكز الرئيسية بالمحافظات، بجانب عربات تنتقل إلى القرى والنجوع لتوفير السلع بأسعار مخفضة قد تصل إلى 30%. هذا جانب، لكن يعني أحب أن أنا أطمئن حضرتك من جانب آخر، وهو الهدف الأساسي للحكومة من مواجهة ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج، خاصة تلك التي ترتبط بسعر الصرف العملة الأجنبية الدولار. وبالتالي الحكومة بتسعى منذ فترة في إطار سياستها العامة لكسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير موارد النقد الأجنبي، وهو ما سوف يسهم إن شاء الله بخفض أسعار السلع وخفض سعر الصرف إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، وضبط أسعار السلع بصفة عامة وتوفير مدخلات الإنتاج لكافة الشركات. طب على ذكر الدولار، هل هناك أي مؤشرات الناس توقعت مع انخفاض الدولار ونزوله من 73 جنيه ل50 جنيه ثم بدأ في الصعود مرة أخرى، إن في خطوات الحكومة ستتخذها عاجلة، خاصة أن هناك تصريحات للسيد رئيس الوزراء سابقة بأن هذه القضية ستنتهي وسيكون لدينا سعر موحد خلال أسابيع قليلة؟ مرت أسابيع لن أستطيع أن أحصيها، لها قليلة أم كثيرة، هل هناك أي أنباء عن سواء مشروعات أو اتفاق صندوق النقد الدولي؟ هل حصل توقيع المعونات أو القروض اللي جاية من الاتحاد الأوروبي؟ يعني هل هناك أي مؤشرات تقول أننا قريبا ستتدخل الحكومة لضبط سوق الصرف في مصر؟ أكيد يا فندم، يعني كما شاهدت حضرتك الحكومة، وكما ذكرت حضرتك يعني سبق أن صدر بيان رسمي على وأوضح البيان على لسان دولة رئيس الوزراء أن الدولة بصدد أو حاليا دولة من تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة، وهناك لجنة فنية وقانونية مشكلة لدراسة تلك العروض. وان شاء الله يعني انا بطمن حضرتك ان شاء الله سوف يتم الاعلان قريبا عن نتائج تلك المفاوضات التي يتم الاستعانه فيها بمكاتب محاماه عالميه ذات خبره كبيره في هذا المجال. فيما يتعلق بصندوق النقد ايضا، يعني بطمن حضرتك انه الاجتماع الاخير الذي عقده دوله رئيس الوزراء مع السيده مديره صندوق النقد الدولي في دبي على هامش القمه العالميه للحكومات، الاجتماع يعني أكد على دعم الصندوق، السيدة مديرة صندوق النقد الدولي أكدت على دعم الصندوق لمصر. والاجتماع ناقش كافة التفاصيل والمشاورات الخاصة الجارية حاليا بين مصر والصندوق، وإن شاء الله يعني قريبا جدا إن شاء الله سوف تنتهي المشاورات وسوف تكون هناك نتائج إيجابية
كافة تلك التحركات أؤكد لحضرتك هدفها هي توفير موارد نقد أجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية، أيضا هدف توفير موارد النقد الأجنبي وبالتالي ضبط أسعار السلع وتوفير مدخلات الإنتاج، وإن شاء الله هذا الأمر سينعكس إيجابيا على الأسواق. أنا بشكر حضرتك جدا. تحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عبر الهاتف كان معي.